خلينا اجي لحضرتك في محور تاني، مباراه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. النهارده هنتقمص شخصيه الجهاز الفني اللي سمى. النهارده هم خسرانين واحد على ملعبهم، طبعا نفسيا متضايقين طبعا، وضع طبيعي في احباط. الفرق في المباراه ساعه سوري اسبوع. هتلعب في جو مختلف طبعا، هيلعبوا جو هنا احسن لهم كويس. النهارده هينزل، ايه اللي هيعمله مدربهم؟ ايه اللي هيفكر فيه؟ هل هينزل يفكر انه يسجل هدف بدري؟ هل هينزل يقول لك على الاقل امشي بالمباراه كده لنصفها وبعد كده ابتدي هاجم؟ وازاي احنا نبقى مستعدين للسيناريوهات دي؟ انا عايز ان احنا ناخد المكانين، الاول كرسي سيمبا ونفكر ازاي هو هيفكر يعمل ايه، وناخد الناحيه الثانيه مكاننا احنا ممكن نبقى الانتي بتاع ده ايه. هو كرسي سيمبا ملوش حل غير الفوز، ملوش حل غير انه لازم يجيب جول. هيعمل لازم يعني هينزل يهاجم الاول ولا هينزل في وجهه نظرك بامكانيات اللعيبه اللي حضرتك شفتها؟ ما هو بامكانيات اللعيبه اللي هو كده هو هينزل. احنا بقى هو هيقول لك ايه؟ ده النادي الاهلي هيلعب متكتل ويدافع ويلعب عليها مرتده عشان يجيب جول وكده. دي لا، هم نازلين هدف واحد مكسب، لازم اجيب جول، ملوش حل غيرها. فهينزل بقى ما عندوش بقى حته الوسط، طب ما عندوش ان انا طب استنى اول ربع ساعه ولا بديل عن الهجوم من اول ثانيه، هيهاجم ويضغط ويلعب فاتح. هو كده بره يعني الماتش لو انتهى كده، يعني لو الماتش انتهى 0-0 الاهلي خلاص. فاذا هو ملوش حل، لازم يضغط، لازم هيفكر في الفوز. واحنا برضو بس في مدربين يا كابتن يقول لك طب افوت ربع ساعه الاول عشان الاهلي يفتح خطوطه وابتدي اهاجم. ده سيناريو وارد جدا على فكره. هو عندهم مدرب كويس، عندهم مدرب مشيخه يعني مدرب مدرب فاهم وعارف الاهلي بيلعب ازاي. فانا من رايي ان هو مش هيجازف ويفتح خطوطه من الاول. انا بالنسبه لي المباراه صعوبتها في اول ربع ساعه واخر ربع ساعه. يعني اول ربع ساعه لو انت مش مركز كويس قوي هم عندهم القدره ان هم يعملوا خطور عليك. اخر ربع ساعه مهمه جدا جدا انك تكون لما توصل النتيجه مش في صالحه. برافو. لما توصل للدقيقه 75 ولسه النتيجه 0-0 اعتقد ده هيكون لصالح سيمبا مش لصالح النادي الاهلي. لان هو ده اللي بقوله لحضرتك انه ممكن يلعب على كده، ممكن يلعب على يوصلك ربع ساعه في كره ثابته لا قدر الله خطا او. فانا رايي يعني وان شاء الله ده يحصل، النادي الاهلي لازم يسجل الاول بس نمره 2 ما يجيش فيه نجون. هو ده وده في اعتقاد الشخص ان هو نمره 1 ما يجيش فيه نجون. بالظبط نمره 2 نسجل. بس اقول لحضرتك حاجه يعني من وجهه نظري انا بتكلم كريسك يعني بتكلم مش كره قدم بس اي حاجه. انا النهارده كسبان ونازل المباراه الثانيه زي ما قال كابتن هاني كده، انا بالنسبه لي لازم انزل هاجم ثاني واحاول اجيب جون بدري ثاني. ليه؟ لان انا متاكد انه مش هيبقى نازل هيبقى برضو عامل حساب. انت عارف المدربين بيقولوا ايه؟ بيقولوا انسى انسى انك لعبت الماتش الاولاني، نفسك خسران. يقول لك ده ماتش لسه بادئ، انسى بقى ان الماتش انت ما روحتش وما سافرتش ولا كسبت، انت عندك مباراه 90 دقيقه لازم تكسب، لازم تكسب. المدرسه دي ممكن يكون سيمبا بقى الناحيه الثانيه بيقول لك ايه؟ انا اول ربع ساعه امتص النادي الاهلي بجمهوره واوصل 0-0 لغايه مثلا نص الشوط الاول. هو هيعمل كده في الاول، لازم يعمل كده، ده اوتوماتيك. لكن هو جواه ملوش حل غير الفوز، لازم يكسب. لكن في الاول مش هينزل هوجو ترابي ويهاجم بكل انا قصدي اقول كده ان هو لا مش يعني هو عارف. انا بقول لك الفكر اللي عنده ايه، طب التنفيذ ايه بقى؟ طب يا كابتن من التشكيل، من تشكيلهم نقدر نستخلص حاجه؟ يعني النهارده لما اجي ابص اللاعب بنفس التشكيل اللي لعبه في سيمبا لعب هناك في تنزانيا، ممكن يبقى ده نفس هيلعب بنفس التكنيك ولا بالتشكيل ما عندوش حلول، ما عندوش حلول كتير. هو ما يعبرش كتير التشكيل، لان طالما الهدف واحد اللي هو عايزه لابد من الفوز. فالتشكيل والاداء واللعيبه دي مش هتمثل شيء. لكن احنا عندنا الخبره، المدرب بخبرته والجمهور بخبرته، ان اوتوماتيك لازم هتستغل الجمهور اللي نازل. طب نازل طب يعني جمهور اكيد، يعني زي ما هناك الاستاد كان متقفل. انا واثق ان الاستاد هيتقفل هنا ان شاء الله. ان شاء الله تقريبا 20,000 برضه عدد كبير. او 30,000 ان شاء الله. هنا قايلين 30,000 بس انا واثق الجمهور في سهراته الرمضانيه مش هيقل على انه 40 50,000.